السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 10 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التعلفية. إذا التمرين يقول نعتبر إف دالة خطية معاملها 2/5، أحسب إف ديال ناقص 5 و إف ديال 3، إف ديال 0 و إف ديال 2/4. السؤال الثاني، عرف إف ثم أنشئ دي تمثيلها المبياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إس جي. إذا نبدأ بالسؤال الأول، حساب إف ديال ناقص 5. إذن في المعطيات عندنا إف دالة خطية معاملها 2/3. ماذا يعني؟ يعني بأن إف دو إكس تكتب على الشكل 2/3 إكس، لأن الدالة الخطية بشكل عام تكتب على الشكل أ إكس، وأ هو المعامل. إذن في المعامل في الحالة هو 2/3. إذن حساب إف ديال ناقص 5، إذن يكفي التعويض إكس بالعدد ناقص 5. إذن إف ديال ناقص 5 يساوي 2/3، إذن كنعوضو إكس بالعدد ناقص 5، إذن مضروبة في ناقص 5. إذن الضرب، يعني إحنا عندنا ناقص 5 على 1، إذن البسط في البسط على المقام في المقام، أي 2 في ناقص 5 هي ناقص 10، و 3 في 1 هي 3. بنفس الطريقة إف ديال 3 تساوي، إذن كنعوضو إكس بالعدد 3، إذن 2/3 و إكس غادي نعوضوها ب 3. إذن هنا راه عندي 3 على 1، لأن 3 على 1 راه هي 3، إذن غنختزلو بالعدد 3. إذا غيبقى لنا 2/1، أي العدد 2. إف ديال 0 تساوي 2/3 مضروبة في 0، أي عدد ضربنا في 0 غادي يعطينا 0. إف ديال 2/5 كيساوي 2/3، وغادي نعوضو إكس بالعدد 2/5. إذن 2/2 هي 4، و 3/5 هي 15. إذن ندوزو الآن السؤال الموالي، عرف إف. إذن تعريف إف، إف يمكن نعرفها بطريقتين. إذن إف دالة خطية، يعني أن إف دو إكس تساوي 2/3 إكس، أولا يمكن لي نكتب إف دو بوان إكس مرتبطة بالعدد 2/3 إكس. إذن في التعريف راه إما كيمكن لي نكتب نعرفها بهذا الشكل هذا، أو لا ندير إف دو إكس تساوي التعبير ديال إف. الآن التمثيل المبياني للدالة إف، بطبيعة الحال مادام إف دالة خطية فتمثيله المبياني عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، إذن يكفي تحديد نقطة تنتمي إلى هذا المستقيم. وبطبيعة الحال هنا عندنا في السؤال الأول حسبنا إف ديال ناقص 5 مثلا، ولقيناه تساوي العدد، أو لا نستعملوش عدد اللي هو ساهل، إذا نستعملو إف ديال 3. إذا إف ديال 3 لقيناه تساوي لنا 2. شنو كيعني هذا؟ إف ديال 3 يعني النقطة اللي الإحداثيات ديالها 3، إف ديال 3 هي نقطة تنتمي إلى هذا المستقيم، أي النقطة اللي الإحداثيات ديالها 3 و إف ديال 3 راه هي 2، أي 3/2. أي التمثيل المبياني لإف هو مستقيم يمر من أو، أي من أصل المعلم، والنقطة 3/2. إذن 3/2، إذن الفصول هو 3 والأرجوب هو 2، إذن التقاطع غيكون في النقطة هذه، وبالتالي المستقيم سيمر من أصل المعلم ومن النقطة التي إحداثيتيها 3/2. إذن هذا هو
التمثيل المبياني للدالة اف يمكن لي نسميه سي ديال اف.